هذوما لي زانغريديون الكل موجودين باش تلقى مباراه. اليوم عندك جماهير واليوم عندك مباراه زوج فرق معناها تبارك الله اسمه كبير. الكلاسيكو هذايا ديما نترقبوه ونستناوه. شفنا رياكسيون تاع نجم الساحلي اللي فاجأ الترجي التونسي بالطريقه نتاعو نتاع الاوقات الاولى وسجل هدف في دقيقه 13 يظهر لي. وراقي العواني نحكيو لهنا على راقي العواني نحكي على الهدف الاول في المباراه هذه. راقي العواني وكاني بيه خالد بن ساسي غير له صلح له مكان لانه يعني نشاهدوا فيه ديما يلعب على اليمين. اليوم في تسجيل الهدف موجود داخل منطقه الجزاء راقي العواني باليمين حط كره صعبه على امان الله مميش. من اللي بدأت الكارير متاعه في النجم الساحلي الوليد هذايا أنا شكرته برشا وعنده ان بوتنسيال انورم. هي ديما يقول لك لا جيستيون دي جروب. اليوم خالد بن ساسي قريب برشا للملاعبية وعرف كيفاش يتعامل وفاجأ الترجي التونسي معناها الاوفنسيفمون باش يحاول يقلق الترجي لان دفاعيا النجم الساحلي ما برشا ملاعبيه ماهوش موجودين كيما حمزه جلاسي اونتروتر زياد مغطاس. دونك هذا اللي خلى اللي ما فماش حل اخر لخالد بن ساسي اللي كان ذكي برشا في التعامل مع المباراه هذيا وفي اللمطام نتاع الماتش اللي فاجأ الترجي التونسي وحتى الجماهير الترجي التونسي بالهدف اللي سجله راقي العواني. عنده ان بوتنسيال انورم اكستراوردينير. في نفس الوقت لا رياكسيون ديما نقولوا احنا الخمسه دقائق كي تسجل هدف ولا تقبل هدف مهمين ومهمين جدا. الترجي الذي تونسي عرف كيفاش يتعامل وعدل. والمهم اهم حاجه هي اللي المباراه هذه معناها ان بوتنسيال كبير برشا تبارك الله. قاعد يفرحوا بالجماهير نتاعنا اللي قاعدين في الميدان والجماهير اللي قاعده تتفرج في ديارها وفي المقاهي الكل. لكن حذاري بالعقليه اللي باش يبدا بها الترجي التونسي الشوط الثاني خاطر تحب ولا تكره برشا جورات باش يعملوا حسابات ذهنيا مخهم باش يولي في مباراه الاهلي وساقيهم موجودين في رادس. هذا اللي خلى اللي النجم يبروفيتي بالنجم للنجم الذي ساعد. توقعاتك الشوط الثاني سلمونجي؟ توقعاتي اليوم راهو باش ثم برشا حسابات باش تصير. انا احنا قيد ديما نقولوا سورتو على رودريغو رودريغيز ملاعب هذاك دو تيتر لو متر دي ديجي متر هو الباترون تاع ديجي متر لانه عنده بوتنسيال. شوف البونتي كيفاش ماركاه الفنيات اللي ماركاها. النجم الذي ساعد ما عنده ما يخسر. اما الترجي الذي تونسي يلزم يد باله لان النجم الذي ساعلي قاعده تعدي في معناها مستوى عالي وعالي جدا جراس على كوميونيكاسيون تاع خالد بن ساسي. هذا اللي خلى اللي ولادها اللي يعرف جوارات ويعرف كيفاش يتعامل مع الملاعبيه هذوما خلات اللي النجم الذي ساعلي شفنا لونتام دو ماتش وهي مباراه برستيج للزوز فرق. الترجي من اجل تعزيز الصداره والانتصار يصبح عنده 17 نقطة في المقابلة النجم من أجل الانتصار للملاحقة يعني يصبح وحده في المركز الثالث ب 11 نقطة. مباراة هامة للزوز فرق. هو التعادل موش في مصلحة النجم الذي ساعلي يلزمنا نعرفوا شيء حسب الترتيب. يلزم الترجي الذي تونسي زاد يرد باله خاطر برشا ملاعبية باش تعمل برشا حسابات لأن عندهم مباراة اللي حتى حد لأن الأجواء اللي بشتير في مباراة الأهلي هنا في تونس اللي تخلي وإن شاء الله بقدرة ربي فما كان الخير ونفود نتيجة إيجابية للترجي التونسي. لكن حذاري كيفاش باش تعدي الرسالة مع الملاعبية باش يعملوا نفس المستوى في الشوط الأول. اسك الرياكسيون اللي صارت رياكسيون نتاع الهدف اللي سجلته النجم الرياضي الساحلي والطريقة اللي لعب بها النجم الرياضي الساحلي اللي فاجأ الترجي وإلا باش تلعب وتخمم أكثر على مباراة الأهلي. هذا نستناو هذا جمال. نستناو هذا إن شاء الله سلمونجي في الشوط الثاني نخليك تتفرج في الشوط الثاني بعد شوية. الله بارك الله وفيهم على المستوى اللي قاعدين يعديوا فيه محترم جدا الشوط الأول ننتظروا كذلك شوط محترم جدا في الشوط الثاني.